السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع متخصص في ان هو يعمل لك ريلز او فيديوهات سريعة. كل اللي عليك ان انت تبدأ معاه خطوة خطوة. كل انت مثلا عايز تعمل كرييت حاجة فاكت ولا ادوكيت في اني لغة؟ تمام، في كذا لغة، لكن حتى الان ما فيش عربي، في انجليزي، اسباني، فرنساوي، الماني، ايطالي، العربي لسه. طيب ممكن نكتب هنا مثلا ايجيبشن، ايجيبت مثلا، تمام، ونقول له اعمل لي اي اي ريل. طبعا كل ما بتزود في الوصف كل ما بيطلع الفيديو زي ما انت عايز. يعني ممكن تقول له انا عايزك تتكلم عن الحضارة القديمة، عايز تتكلم عن جمال الشواطئ وهكذا. ففي ثواني بيبدأ يعمل لك Fascinating insights into Egypt's ancient wonders and rich culture. The ancient pyramids reflect Egypt's architectural genius, built as tombs for powerful pharaohs. The Nile River, the lifeblood of Egypt, has nurtured civilization for thousands of years. تخيل في ثواني عمل لك كل دوت. ده التايتل، العنوان، الكونتنت بقى نقدر ان احنا نشوفها واحده واحده. تقدر تعدل اي سطر فيهم زي ما انت عايز. تمام، انا يعني مبهور بالنتيجه. الصوت تقدر تعدل الصوت لاي شخص انت عايزه. هو انا مستخدم صوت جوي، ممكن تستخدم انت صوت حد تاني. ممكن تعمل كلون، تقدر تسجل انت بقى صوت خاص بيك. ممكن الميوزك لو انت مش عايزها ممكن تحذفها. Egypt's ancient wonders and rich culture. طيب اللوجو بتاعك لو انت عايز تحط لوجو زي ما انت عايز. تمام، ممكن تشيل الكلام دوت او نكتب مثلا come to Egypt. تمام، ابديت. ممكن تحط صورة معينة لو انت عايز، ممكن ايكون وستكست. تخيل الموضوع ما خدش مننا ثواني. ده احنا يعني تقدر تعمل 20 فيديو في ثانية، بس المهم يكون تتأكد منه وتتأكد من المحتوى. وبعد كده تقول له انا عايز اعمل لها بابلش على التيك توك، على اليوتيوب، على الانستجرام. مجرد تدوس يبدأ ان هو ينشرها، لانه مجاني هيحسب لنا اللوجو بتاعه. تمام، انا شايف ان يعني fair enough. هنا بقى بيقولك ابدأ مجاني، ودي النصيحة لو انت هتبتدي لسه ما تدفعش فلوس غير لما تجربها وتحس ان انت مستريح. يعني فري هو بيديك برضو ايه 10 اي اي فويس، 15 لغة سبورت وهكذا. بس ما فيهوش مثلا السكادول، يعني اقول له انشر لي دي بكرة وبعده وهكذا. $50 في الشهر طبعا لو انت يوتيوبر او تيك توكر او الحاجات ديت هتكون الموضوع بالنسبه لك تفاهه. بالنسبه لي انا راجل غلبان موظف، فخليني في الفري بلان دلوقتي. ممكن حد تاني يحس ان بالنسبه له هيعمل فيديوهات كتير جدا في ثواني. فبالتوفيق، محدش يعمل اي حاجه حرام، محدش يعمل اي حاجه هبل وعبط. حاولوا تعملوا محتوى هادف.